بالنسبه لكابيتال بسيط غنجيو نشرحوا هذه الاله اللي كتكون اصعب اله في النادي عندنا ولا اي نادي مشيتي ليه كتكون اصعب اله في الاستخدام هي اللي هي سكواد. لحقاش علاش الاغلبيه كيستعملها بالغلط وكيستعملها بالاوزان اثقل، يعني ما خاصكش خصوصا المبتدئ ما خاصوش يبدا بالاوزان اثقل، يبدا بوزن خفيف ويقاد الاوضاع تقريبا انه الطعم يكون مفرود ونقاد كتهبط الدرجه 90 كتطلع كتهبط كتطلع. مرحبا بكم اليوم، كيف ما كتشاهدوا انا متواجده باحد قاعات الرياضه مدينه اكادير وبالضبط الحي المحمدي عند البطل المغربي ابراهيم البوكوطي اللي قدر واستطاع انه يحصل على بطل المغرب في رياضه المانز فيزيك. مرحبا بكم ابراهيم البوكوطي بطل المغرب في رياضه المانز فيزيك في جميع الفئات. مرحبا ابراهيم. ربي يخليك، شكرا بزاف، مرحبا بكم هنا في لاصال. دونك الحمد لله كما قلتي اسم كريم ابراهيم بوكوطي، العمر ديالي 21 سنه. الرياضه تقريبا بديتها بشي من 2015 تقريبا، والحمد لله درجه بدرجه تكنسوا النتائج اللي بغينا الحمد لله، وباقي عندنا طموحات نوصلوا شي حاجه اكثر ان شاء الله يا ربي. ابراهيم بغيتك في الاول تعاود لي يعني امتى اول فتره بديت فيها يعني هذا التدريب او لجاتك هذا الفكره ديال تخدم على رياضه كمال الاجسام. تقريبا كما قلت لك قبيلات من 2015 بديت، من 2015 جاتني الصراحه ديك الساعه ديك الوقت ما كانش هاد الرياضه عاطيه بزاف، وما كانوش في يوتيوب، ما كانش بزاف ديال بحال يعني نقدروا نقولوا ما لقيتيش واحد الكوتشينغ اللي لا ما كانش اللي يعاونك واللي يقول لك شي حاجه كيفاش دير ولا اللي يفهمك في هاد الرياضه، فهمتي؟ كان ديك الساعه موتيفاسيون دوك الابطال الكبار اللي جيتي تقلدهم ما يمكنش انك توصل، فهمتي؟ لحقاش هما اصلا كيلعبوا بشي حوايج اللي اكثر ديال شي واحد مبتدئ، فاش يلا كتجي كتبدا خاصك تبدا شي حاجه شويه بشويه درجه بدرجه، انك تعرف شحال من الحوايج، تعرف من العضلات ديالك، تفهمهم كي دايرين، تعرف تاسيستي شحال من عضله كاينه في الصدر، شحال من عضله كاينه في الكتاف، وكيفاش تخدمهم في لي ماشين، تفهم في لي ماشين حتى هما لي بوزيسيون مزيانين باش ما يكونش عندك شي عطب في شي عضله ولا في شي عظم يحل يحضر السلامه.
ومن بعد النظام الغذائي ديالك حتى هو تفهم فيه كيفاش لحقاش راهي البكوطي قبل ما يعني ما نوصلوش لهذه النقطه ديال النظام الغذائي في الاول غادي نبغيك يعني تشرح ليا كيفاش انك دخلتي لهذه المسابقه اللي تقامت يعني على الصعيد الوطني واستدعت جهه سوس ماسا من خلال ابراهيم البكوطي انها تدي هذا يعني هذا اللقب انك تحصل عليه بطل المغرب في رياضه المانس فيزيك. الحمد لله بمساعدة ديال العصبة طبيعة الحال هما اللي ندونا قولوا لنا خبرونا بلي راه كاينه بطولة اننا نبريباريو ليها لحقاش كل بطولة خاصك تبريباريها قبل فترة واخا جاتنا على غفلة ما كناش معولين ولكن الحمد لله ديجا اصلا حنا كنا كنترينيو ولو تسدوا لينا لي صار في هذا الكونفينمون كاين الابطال اللي كيبريباريو في الدار كيترينيو ومقاتل باش يوصل الهدف ديالو لحقاش هاد الرياضة اون فوا كتحب شوية كترجع كيكونوا مشاكل في الفورمه كيخصك ترجع عطيني شويه اللور. شحال تقريبا الفتره يعني الفتره ديال هذه المسابقه شحال دامت تقريبا؟ تقريبا ديال انك كنت كتريني قبل راه خاصك تريني اصلا قبل ديجا لا الفتره اللي قضيتوها يعني في المسابقه المراحل يعني مرحله ديال اول حاجه هي ديال جهه سوس كيتستاو الابطال اللي شاركوا في جهه سوس كيختاروا منهم 10 10 برو الاولين ومن بعد كيطلعوا كيشاركوا في هذا بطوله المغرب. وبالنسبه لهاد البطوله جاتني شويه في شكل لحقاش علاش عن بعد ابار فيديوهات وكيخصك يعني الحاجه اللي خاصني نشير ليها للمشاهدين ان هذه الرياضه كانت يعني عن بعد شرح اكثر باش الناس اللي كيشاهدونا انهم يفهموا كيفاش تقامت يعني كيفاش قمتوا يعني واش كنتوا كديروا الاستعراض او بالنسبه للبطوله في الاول قبل من الكونفينمون كنا كنديروا الاستعراض فوق المنصه في قاعه مخططه ولا في قاعه الانبعاث ولا في اي مكان مخصص عند العصبه اللي كتشير ليه ودابا لا مع الكونفينمون درنا عبر الفيديوهات انا في الدار ولا في الصال ولا في هذا كدير خلفيه سوداء وكدير الاسم الكريم ديالك على ورقه والجمعيه اللي كتنتمي ليها والعصبه اللي كتنتمي ليها ومن بعد قد راسك الواجهه ديالك خاص ما تكونش ما بينك وبين الكاميرا 4 متر تقريبا وقد الاوضاع ديالك اللي هما ديال الماس فيزيك غادي يكونوا شروط يعني بحال ما تستعملوش شي مؤثرات او لما ضروري داكشي اهم حاجه لحقاش اصلا الفيديو فاش كيترسل كيتعاود كيراقبوك كيشوف ياك ما كاينش شي غش ولا ياك ما كاينش شي حاجه تما اللي ما هياش اولا اصلا واش هذا البطل يستحق انه يشارك في البطوله ولا لا. تقدر تعاود لي على المعايير يعني كيفاش عزلوك انت من ضمن الابطال ديال المغرب كاملهم شنو هو المعيار اللي شافوه فيك؟ المعيار اللي كيشوفوه هو التناسق ديال العضلات فاش كيكون البطل ناشف وعنده التناسق في العضلات ديالو لا في الصدر لا في الكتف كيكون واحد العبار ديال هما ديال الحكام تما فين كيجيبو كيعرفوا واش هذا البطل هو اللي كيستحق ولا ما كيستحقش. وحتى بالنسبه للهندام ديالو واش نقي ولا ياك ما كيستعمل منشطات اوفر واش اصلا كيستحق يشارك في ماس فيزيك ولا حيتاش كاين في الكامل السام كاين بزاف الحوايج كاين ماس فيزيك وكاين كلاسيك كاين البادي واش كيستحق انه يشارك في الماس فيزيك ولا البادي ولا كلاسيك كيقدم كاين ريباسيون. ابراهيم البكوطي يعني بكونك بطل المغرب نعاود نذكرها في الماس فيزيك غادي نطرح عليك سؤال واش البروتين بوحدو قادر يطلع الفورمه ديال الرياضي؟ طبيعه الحال البروتين بوحدو ما يمكنش لحقاش اول حاجه اللي كان هي اهم حاجه هي النظام الغذائي اما بالنسبه للبروتين كيتسمى هو اصلا مكمل غذائي وبالنسبه لاغلبيه ديال الناس ما كيفرقوش ما بين بروتين وما بين منشطات ما بين مكمل غذائي وما بين منشطات اللي لها تاثير خطير ومشكل كبير هذاك كاين خاص البطل يتجنبها من غير شي واحد محترف او لا غيداوم عن طبيا وعلى بزاف ديال الحوايج انه كيشارك في بطولات كبرى ولا كان غير باغي فورما ديالو يطلع نقيه وصحته القديمه احسن يلتج الى المكملات الغذائيه انه يكمل بهم ولكن هذا شي واحد اللي ما قدش اصلا يوفر الاحتياج ديالو اليومي لحقاش فالاحتياج اليومي ديالك خاصك تدخل الحوايج اللي مهمين اصلا ربع هاد الحوايج البروتينات الكربوهيدرات والفيتامينات والدهون الصحيه هادو خاص تدخلهم اصلا كتدخلهم على حسب الاحتياج ديالك اليومي. يعني انت ابراهيم يعني في الحياه ديالك اليوميه بطبيعه الحال غادي تكون تبع واحد الحميه ولا غادي تكون مثلا كتجنب بعض الاشياء ما كتاكلهمش يعني ضروري بزاف الحوايج كتحيدهم خصوصا على حسب شنو باقي لحقاش كاينه فتره الضخامه وكاينه فتره النشافه فتره النشافه كتديفلوبي الميسكل ديالك انك كتزيد كتضخم فيه فتره النشافه هي كتكون فاش كتقرب شي بطوله كتنشف باش انك تحصل على التناسق ديال العضلات كاملين في بلايصهم
يعني باش انك ديفلوبي الميسكل ديالك اكثر وتوصل للهدف اكثر اللي بغيتيه خصك تكمل بمكملات غذائيه بحال لي بروتين الواي. ولكن بالنسبه لشي واحد مبتدئ اللي ضعيف بزاف كياخذ لي بروتين بحال ماس ماس جينر سيريوز ماس، شي واحد مبتدئ ورقيق بزاف لحقاش كاين الناس اللي كيبيعوا لي كومبليمونت وهادشي هذا وما فاهمينش فيه. كيمشي شي واحد كيبغي يشري شي حاجه كتحكي ليه بالعربيه الطارات، كيمشي كيشي واحد كيدخل كيكون عنده شي ستوك ديال شي منتوج كيبغي يخرجو ما يبقاش ليه تما كيبيعو لك يقول لي لا راه هو اللي خدام لك وهو ما فاهمش. يعني ابراهيم انت الرساله اللي تبغي توصلها للرياضيين كاملين اللي كيشاهدونا انهم يعني كاين فرق ما بين منشط غذائي ومكمل غذائي والنظام الغذائي اللي اكيد غادي يكون متبعو الرياضي. سؤال اخر غادي نطرحه عليك ابراهيم، فين كتشوف انت يعني هذه الرياضه هي واخا واحد الرياضه اللي زعما عاد نقدر نقول عاد انتشرت في الاونه الاخيره عند الشباب، فين كتشوفها نتايا بالخصوص ما كنشوفوش بزاف ديال التشجيعات من عند المسؤولين مثلا؟ صراحه هذه الرياضه الصراحه فات الاواخر يلاه بدات كتزاد وكتشهر وكيخدموا عليها الناس بزاف، اما في الاول ما كانش الناس كيخدموا عليها بزاف وما كانش بحال كان قديمه شويه عندنا فهمتي. هنا في المغرب كان قديمه بزاف والدول الاخرين الاوروبيين سبقونا بزاف الحوايج بزاف الحوايج تقريبا حتى في الماتريال ديال لونطريمان والطريقه ديال التدريب ديالهم بزاف الحوايج. وحنا عندنا المشكل هنا كنقلوا الاغلبيه ديال الابطال كيمشي كيقلل شي بطل ولا كيحاول انه يدير داكشي اللي كيدير هو وكيخرج على راسو لحقاش كل واحد كيختفي الكور ديالو والتجربه ديالو ما بين واحد اخر. بحال شي واحد يلاه كيدخل لاصال شنو كيدير كيمشي كيرجع اليوتيوب غنمشي نشوف شنو كاين في يوتيوب وكيقلدو. دونك هذاك ما خاصوش يقلد، خاصو يمشي على جهدو هو لا باز ديالو كيمشي كيصدق اكثر منه كيصدق في الاصابات كيصدق ما كيبقاش يترين كيخرج. ابراهيم يعني اللي فهمت من الكلام ديالك ان الواحد خاصو يرد البال يعني الرياضه باش غادي يبدا، يعني كاين اختلاف ما بين واحد يلاه بادي في رياضه كمال اجسام وواحد اخر يعني ديجا كاين يعني حتى الاجهزه اللي كتستعملوهم هنا في لاصال كاينين بزاف كيف ما شفت كاينين بزاف الاجهزه. بيتك ابراهيم انت كرياضي توجه واحد الكلمه للشباب اللي غادي يكونوا كيشاهدونا الان من خلال منبر صوتكم مسموع. مرحبا، بالنسبه للشباب كنتمنى يكون واحد الحاجه ان كلشي الناس تلجا للسبور ماشي الكامل الاجسام ولا عطى الله الرياضه بزاف غير انه يلتجا للسبور لحقاش السبور كيبطل لك الافكار ديالك بزاف كيتجنبك المخدرات كيتجنبك المشاكل بزاف د الحوايج كيبطل لك العقليه الفكريه ديالك خصوصا كامل الاجسام كتولي عندك فورما نقيه كتلبس اي حاجه كتجي معاك كتولي مقبول عند الناس اي حاجه ماشي بحال شي حاجه اخرى. كاين الناس اللي الله يهديهم كيلتجئوا للمخدرات كيخسروا فلوسهم على داكشي يخسر على الفلوس كلا صحتك احسن حاجه. وكنتمنوا نزيدوا لقدام ان شاء الله شكرا ان شاء الله. تبارك الله عليك ابراهيم. بطبيعه الحال الناس ديال سوس والمغرب عامه غادي يكونوا فخورين بك بهذا الانجاز، انك يعني استطعتي تحقق بطل المغرب في جميع الفئات في رياضه المانز فيزيك. تبارك الله عليك مره اخرى. وكيف ما سمعتوا مشاهدي الكرام وبالاخص الرياضيين خاصكم تردوا البال وتفرقوا يعني ما بين المنشطات والمكملات الغذائيه والطريقه اللي غادي تلتجئوا لها باش تخدموا على راسكم. شكرا. هالو كوتش، firstly I want to just present you. What's your name? Where are you from? Assalamu alaikum. My name is Kaiser Hussein. Yeah. And I'm originally from the United Kingdom. Yeah. I've moved to Morocco. I've been here for almost a year. And I'm a personal coach at this gym. Yeah. Coach, I want to just ask you what's the difference between a game in England and a game in Morocco? Right. The sport in England for a lot of gymnasiums in England is a lot of people just go in there for fitness, body gain. Yeah. Now the difference with UK and the difference with Morocco is Morocco, a lot of lads want to go into the bodybuilding scene. Yeah. They want to create something out of themselves. They want to create a passion and a profession out of this game. That's the difference. Mm-hmm. See, the difference is it's like a lot of youngsters in UK, the motivation is different. Mm-hmm. The motivation in Morocco is on a high level. Yeah. There's a lot of young generation who are trying to come into this sport and actually achieve a goal and actually trying to achieve something out of the sport rather than just body gain. Yeah. Now, example, Ibrahim. Yeah. Alhamdulillah, 21 years age, he is accomplishing. Very nice body. Yes, he's accomplishing a lot. His motivation,
getting up, getting to the gym, eating right, doing everything we expect him to do, and his results, alhamdulillah, is come first, and it's paid off for him. He's only 21. He's got a long way to go. He now is a role model for a lot of people who are contacting him and asking him for advice. They're coming to the gym. It's a very important motivation, etc. I wanna just ask you: can you give advice for everybody, game people? Yes, the best advice I can give is: don't be lazy. Get up. Motivate yourself. If somebody tells you you can't do something, you can do something. You can tell. Never give up for everybody. Never give up. Try. No pain, no gain. If you train in pain, you get your gain. Can you repeat, please? No pain? No pain, no gain. That's our motto in this gym. Never give up. No pain, no gain. If you train with pain, you get your gain. Thank you so much, coach. No problem.